كده. طارق سليمان بقى بخبرتك اللعيبه اللعيبه بتراهن دايما على اللعيب. طبعا دايما رهانك هيبقى على اللعيب طول ما اللعيب يا كابتن اسلام هو مصدق الكلام اللي بيتقال وهو من جواه يقدر يعمل الكلام ده فبيترجم على طول في الملعب بالكلام ده. اللي في ماتشات كتير يا كابتن اسلام ممكن الاداء ما كانش بيبقى كويس بس كنا بنكسب. بنكسب عشان الروح، بنكسب عشان اللمه اللي كنا ملمومين بيها. كنت تحس ان الفرقه كلها يعني بصراحه ايد واحده. ممكن في ماتشات كتير كنا زي ما انت عارف كده، في ماتش كسبناه في الدقيقه 97، في مباراه كسبناها الاتحاد اعتقد لا كانت سموحه او سموحه في الدقيقه 97 بهدف جيرالدو، وكسبنا الجونه في الوقت الضايع، وكسبنا الجيش في الوقت الضايع، وكسبنا مين تاني اربع خمس ماتشات والمصري كمان وعلي معلول صعب في الاتحاد اعتقد وعلي معلول في لا كان في الاتحاد كان علي 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 والجون الثاني كان صالح كسبنا 2-0 بس طبعا الجون الاولاني كان في برضه في الدقائق الاخيره يعني. ففي ماتشات كده يا كابتن اسلام وفي بعض المؤشرات اللي بتقول لك ان انت هتاخد الدوري ده. وكنا احنا دايما بص لانك انت لو انت ما عندكش طموح وما عندكش جواك مش هتاخد الدوري حتى لو انت فارق بنقط بقى يعني. ممكن تبقى انت فارق بنقط وتريح ويبقى تضامن الدوري تخسر الدوري. لكن انت كنت عارف ان في ظل هذه الصعوبات وفي الوقت الكبير ده والفارق النقاط الكبيره ده ما بينك وبين بقيه المنافسين اللي موجودين معاك انت كنت هتاخد يقينا انت ما لحقتش تفكر انت رديت عليه على طول. يقينا هناخد الدوري وكانوا بيقول الكلام ده من بدري قوي. طول ما في فارق طول ما عدد الماتشات لسه اللي باقي في بنقط تخليك تاخد الدوري فانت بتلعب على ده وبتلعب ان انت دايما ودايما وده احنا شفناه كتير في ماتشات كتير للاهلي وفي مواسم كتير للاهلي. فليه ما تكررش تاني؟ يعني احنا مثلا بنعمل حاجه مثلا ما اتعملتش قبل كده او النادي الاهلي ما كررش قبل كده. لا ده كل الاجيال يا كابتن اسلام وانت اكيد عارف الكلام ده. كل الاجيال قبل كده كانت بتكرر الكلام ده وكانت بتكسب في الوقت الضايع. فليه انت ما تحقق ليه انت ما تبقاش انت كلاعب ما تبقاش جواك الطموح ده وما يبقاش جواك الدوافع دي. فكانت لا كان باين ان احنا ان شاء الله يعني باذن الله. طارق الدوري ده كان من اصعب يعني. انت لعبت كام دوري او خدت كام دوري خلال بص الفترة. انا في الفتره اللي انا موجود فيها في النادي الاهلي تقريبا 8 سنين في دوريين اتلغوا ما كملوش. 6 سنين خدت سنين خدت 5. ده وكان في دوري برضه صعب خد بالك بس يعني الناس ما كانش كانتش الحرب كده لا ما كانش بالشكل ده. كان الدنيا اهدى بكتير وكان الكوره جوه الملعب بس. ما كانش فيه بقى الدنيا ما كانتش بالصعوبه اللي كانت فيها السنه دي يعني. الدوري اللي هو كان من مجموعتين لانك انت بتدخل الدوري ده بتخلص الدوري خد بالك احنا يعني الدوري كان مجموعتين ده يا كابتن اسلام. انت طلعت اول اعتقد كان بيلعب في سموحه كان بيلعب معانا اخر المباراه الاخيره. انا قصدي انت طلعت اول المجموعه ب 40 بونت. الثلاث فرق اللي طلعوا معاك في الـ في الـ في الـ في الـ في الدوره الرباعيه في الدوره المجمعه طالعين ب 35 ثلاث فرق الزمالك وبتروجيت وسموحه طالعين ب 35